السلام عليكم، ازيكم يا ولاد؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هراجع النهارده محاضره تيشو ديبوزيتس، وهنتكلم برضو عن بعض الزيادات اللي الدكتوره قالتها في المحاضره بتاعتها. قبل ما نبدا بس محتاج اعرفك بس كلمتين. ايا كان الوقت اللي كنت بتسمع فيه المحاضره ده، هو في الغالب يعني هيبقى يا اما قبل امتحان الميد يا اما قبل امتحان الفاينل، يعني في الغالب. عايز بس افكرك بكلمتين صغيرين، ان السعي اللي انت بتسعاه في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيعه، وما توقفش سعي في اليوم ده بالذات او لحد اخر لحظة، لحد ما تخش باب اللجنة. تمام؟ الموضوع انا عارف ان هو صعب، وعارف ان انت في مديول رخم شويتين تلاتة، وعارف ان الكم كبير، بس يعني استعين بالله على قضاء الحاجة بتاعتك، هو ان شاء الله مش هيضيع تعبك ومش هيخيب رجائك. نبدأ بسم الله. اتكلمنا عن التيشو ديبوزيتس، وقلنا ان يعني ايه ديبوزيتس، ان في ماده غريبه هتيجي ترسم جوه عندي جوه التيشو، وفرقنا بين الديبوزيتس والاكيوميليشن. الاكيوميليشن بيبقى تجمع المواد جوه الخليه نفسها انتراسيلولر، اما الديبوزيتس بيبقى بين الخلايا وبعضها في الاكستراسيلولر ماتريكس. جميل. الديبوزيتس بقى المواد اللي هتترسب جوه الخليه دي او في الاكستراسيلولر ماتريكس جايه منين؟ قال لك والله ممكن تكون جايه من بره الجسم، مواد غريبه خالص عن الجسم فسميناها اكسوجينس، او من الجسم ذات نفسه بس حصل لها بعض التغيرات، زادت عن حدها شويه مثلا، او حصل فيها بعض التغيرات في الشكل فبقت كانها ماده غريبه فترسبت عندي اما جوه الخلايا او ما بين الخلايا وبعضها. جميل. هنبدا بالانتراسيلر، وقلنا ان المواد اللي بتتجمع عند جوه الخلايا اللي بتبقى موجوده بصوره طبيعيه في الجسم زي الكربوهيدرات مثلا او الليبيدز او البروتينز. كربوهيدرات زي ايه؟ قال لك والله ممكن جلايكوجين. طب الجلايكوجين يتجمع عندي جوه الخلايا في مرض اسمه ايه؟ جلايكوجين ستورج ديزيزز. ماشي. ممكن يكون اللي هيتجمع جوه الخلايا عندي هو الميوسين، وعرفنا ان الميوسين ده جلايكوبروتين بيبقى موجود جوه الميوكاس ممبرين ذات نفسها. ايه دي الميوكاس ممبرين؟ اللي بتفرز عندي المخاط، اللي بيبقى مين كومبوننت فيه هو الميوسين. جميل. الميوسين ده بقى ممكن يزيد جوه الخلايا اللي هي بتفرزه دي. طب يزيد امتى؟ طب ولا يزيد ازاي اصلا؟ بص يا سيدي، قال لك ممكن يزيد نتيجه مثلا لحدوث انفلاميشن، التهاب حصل في الميوكوزا ديت، ابدا ان الميوسين يتجمع بصوره كبيره جوه الخلايا عادي، او تيومر. انت عارف ان التيومر ممكن يحصل في الخلايا، فعدد الخلايا بيكتر فبتفرز الميوسين اكتر، فممكن يتجمع جوه الخلايا. المهم ان في الاخر، ودي نقطة زيادة برضو ما قلناهاش في الفيديو اللي فات، ان الميوسين لما يتجمع جوه الخلايا بيبقى شكله عامل كده، الصورة تحت الميكروسكوب. هي الميكروسكوبك بيكتشر اصلا بتبقى يعني في الغالب ما بتنزلش نظري قوي، او في الفاينل بتنزل في العمل. بس المهم ممكن يجي لك عليها سؤال، او ساعات يعني الصور بالذات او البيكتشر بالذات يا اولاد، الصور بتيجي في الغالب في العملي، او الاسئله بتيجي عليها في الغالب في العمل يعني. ماشي. مش معنى ان انا ما اهتمش بقى في النظري، لان برضو الحاجه المهمه قوي، الحاجه السبيسيفيك قوي، يعني ممكن الاقي مثلا في بكتشر معينه نقطه مهمه ممكن تنزل لي نظري عادي، يعني مش شرط. المهم ان الميوسين تحت الميكروسكوب هيبقى شكله عامل كده. انت عندك خليه، الخليه ديت اتجمع جواها ميوسين، ايه اللي هيحصل؟ الميوسين ده ماده لزجه، الخليه بيبقى فيها جواها نواه نيوكليس، الميوسين ده هيضغط على النواه ويخليها موجودة على البريفر. ماشي. فيعمل حاجة اسمها سينجت رينج ابيرنس او سينجت رينج سيل، ودي برضو بتحصل فين؟ بتحصل في الفات تشينج. ما هو الفات برضو لما يتجمع جوه الخلايا هيضغط على النيوكليوس ويخليها تروح فين؟ على الطرف، فيعمل منظر السينجت رينج ده اللي هو خاتم، اللي هو الخاتم يعني، النيوكليوس تبقى موجودة في الطرف فيبقى شكل الخلية عامل شبه الخاتم يعني. ماشي. الجلوكوز بقى ما بيعملش كده، او الجلايكوجين اسف ما بيعملش كده، الجلايكوجين ما بيضغطش على النواة. امال بيعمل ايه؟ هو برضو بيملى الخلية بس ما بيضغطش على النواة، ما بيعملش سيجنت رينج ابيرنس. امال بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل الشكل اللي انت شايفه ده. الخلية بتبقى فيها كلير سيتوبلازم. يعني ايه كلير سيتوبلازم؟ تشوف تقول عليه ابيض شكل، اه ما فيش سيتوبلازم اصلا، النواة موجودة عادي في النص بشكل عادي بس السيتوبلازم مش موجود. ليه؟ لان انت برضو عارف ان اثناء تحضير اللي هو الشريحة في مواد بستخدمها ممكن الجلايكوجين ده يدوب عادي يعني، فبيبقى ظاهر عندي في الشريحه. ده بالنسبه للجلايكوجين لما يتجمع جوه الخلايا يبقى شكله بالمنظر ده، ودي كانت النقطه الزياده يعني اللي هي في الداتا.
ماشي. الميوسين بقى يا سيدي قلنا ان هو هيعمل سيجنت رينج سيل، قلنا ان ممكن الخليه تفرقع، ما هو الخليه عماله تملي ميوسين، ممكن تتملي ميوسين تكبر 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 فتفرقع، فلما تفرقع الميوسين اللي جواها ده هيروح فين؟ قال لك هيبقى موجود ما بين الخلايا وبعضها، فيعمل لي حاجه اسمها ميوسين ليكس، بحيرات الميوسين تبقى تشو ولا مغزى كده عايم في بحر المخاط. جميل. نيجي بقى نتكلم عن امثله الليبلز اللي عندي. انا قلت لك ان الليبلز ممكن تكون موجوده في 3 صور، اما نيوترال ليبلز او كوليسترول او فوسفوليبلز. النيوترال ليبلز بتتجمع جوه الخلايا في مرض اسمه الفايدي تشينج. الكوليسترول لما يزيد في الدم ممكن يترسب عندي في جدران الاورجنز. زي ايه مثلا؟ ممكن يترسب عندي والله في جدار البلاد فيسلز، فيعمل لي مرض اسمه الاثيروسكلروزس. بيترسب فين بقى؟ في جدران البلاد فيسلز تحديدا. يعني قال لك ان هو بيترسب في طبقه الانتما. ايه الانتما دي يا سيدي؟ بص يا سيدي، البلاد فيسلز مثلا ده شكله يعني عامل زي شبه الدايره كده، ده القطر بتاعه، واخدين فيه كات سيكشن. لو كنا بصينا على البلاد فيسلز ده تحت الميكروسكوب هنلاقيه مكون من 3 طبقات. اول طبقه ناحيه الدم بسميها انتما، تاني طبقه الطبقه اللي في النص بسميها ميديا، تالت طبقة اسمها ادفنتيشيا. ما يهمنيش، يهمني طبقة الانتما، ويهمني تعرف ان الكوليسترول بيترسب في طبقة الانتما في حالة الاثيروسكلروزس. المهم الكوليسترول كمان ممكن يترسب في الجلد او تحت الجلد سبكوتينيوس تيشو، ويعمل لي حاجة اسمها زنسوما. ده شكل الزنسوما، تلاقي مثلا بقع صفرة كده هنا، شايف حاجات صفرة هنا تحت الايه؟ تحت الجلد. جميل. او ممكن يترسب الكوليسترول في الكول بلادر اللي هي المرارة. دي المرارة، المرارة بتبقى موجودة تحت الكبد، بتاخد العصارة الصفراوية وتخزنها، ماشي، العصارة الصفراوية اللي بتنتج من الكبد يعني، وتخزنها وبعدين ترميها فين؟ في الأمعاء عشان تهضم الدهون. العصارة الصفراوية دي بيبقى فيها كوليسترول كتير، لما الكوليسترول هيزيد ممكن تترسب فين؟ جوه الجول بلادر ديت، وتعمل لي حصوات أو في الجدار ذات نفسه تعمل لي حاجة اسمها كوليستروزس. جميل؟ جميل. والبروتينز عرفت ان ممكن البروتينز يترسب عندي جوه الخلايا في حاله مثلا الراسل بادز، في الديسيز بنسميه الراينوسكلروما. الراسل بادز هي الاجسام المضاده اللي بتبقى متجمعه جوه الايه؟ جوه البلازما سيلز. جميل. في مثالين كمان الدكتوره مزودهم في الداتا، الا وهي المالوري بادز، ماشي، وكمان ممكن يتراكم عندي بروتين في البروكسيمال كونفيلتد تبيول اللي هي موجوده في النفرون، اللي هي موجوده في الكدني، واللي انا وريتك صورتها الفيديو اللي فات او في المحاضره يعني. ايه المالو برادرز دي يا سيدي؟ قال لك الناس اللي بيشربوا الكحول كتير، مش احنا متفقين ان الكحول بيضر بخلايا الكبد؟ عرفنا ان ممكن يعمل فيها فاتي تشينج، وممكن كمان يعمل فيها ان يخلي البروتين يتجمع جوه الخلايا. جميل. ويعمل لي انترسيلر هايلينوز. البروتين اللي يتجمع جوه الخلايا في الشخص اللي عنده، في الشخص اللي بيشرب الكحول، بنسميها مالو برادرز. المهم اعرفها كاسم بس، يعني مش مهم تفاصيلها خالص. البروكسيمال كونفيكتس بيقول اللي موجوده فين يا سيدي؟ في النفرون اللي موجود في الكدني. قال لك في ناس عندهم مرض بنسميه بروتينوريا. يعني ايه بروتينوريا؟ بروتين كتير في اليورين. هو البروتين بينزل في اليورين ولا لا؟ المفروض ان البروتين بينزل بكميه صغيره جدا 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 في اليورين، بس لو البروتين نزل كتير في اليورين ده مرض بنسميه بروتينوريا. هتعرف تفاصيله ان شاء الله بعد كده في البطن يعني. المهم البروتين اللي بينزل ده بقى ممكن يتجمع لي في التبيولز، في التبيولز اللي هي سواء كبروجيمال او ديستال يعني، ويعمل لي برضه صوره من صور الهايلاينوزس. جميل. نيجي بقى للبيجمنتس، رابع حاجه معايا ممكن تتجمع جوه الخلايا. البيجمنتس اللي بتتجمع عندي جوه الخلايا، هل هي بتيجي من بره الجسم ولا من جوه الجسم؟ قال لك والله انا عندي صورتين، عندي الصوره الاكسوجينس وعندي الصوره الاندوجينس. الاكسوجينس زي ايه؟ الاكسوجينس انا جمعتها لك المره اللي فاتت في قصه عم سيد لو تفتكر، اتمنى انك تكون فاكرها يعني. كل اللي انا عايزك تعرفه من الاكسوجينس هي اسمها بس، واسماء المواد اللي بتتجمع. يعني الانثراكوزس الكربون هو اللي بيتجمع في الرئه، السيليكوزس السلكه بتتجمع في الرئه، ودول مادتين انا بشمهم باخدهم عن طريق الانهاليشن. التاتوينج اللي بيتجمع عندي ماده اسمها الاندينا انك بتتحقن عن طريق الجلد. البلامبزما والليمبوزينج بيتجمع عند الرصاص في اللثه ويعمل لي بلو لاينز. في حاجه كمان الا وهي الارجيريا اللي هي الفضه، في حاله بسميها السيلفر بويزنج، تسمم الفضه، ان انت مثلا حاجه شبه تسمم الرصاص يعني، ماشي، وبتظهر على هيئه جراي كالوريشن في السكن، يعني الجلد بتاعك يبقى لونه ايه؟ رمادي كده شويه. الاكسجين سبيجمنت اللي تجميع حلوه كده الا وهي باستا، بي بلامبيز، اي انثراكوزس، اس سيليكوزس، تي تاتوينج، الاي الارجيريا. ماشي. المهم تعرف الاكسجين كاسماء بس، وتعرف كل مرض
ايه الماده اللي متراكمه فيه. ماشي، الاندوجينس بيجمنت اشهر اندوجينس معايا هي الميلانين، وبعدين اللايبوفيشين، وبعدين اشهر اندوجينس بيجمنت معايا هي الميلانين، ومعايا كمان اللايبوفيشين، ومعايا الهيموجلوبين درايفد بيجمنتس. الميلانين يا سيدي، الميلانين قلت لك ان هو بيفرز من خلايا اسمها ايه؟ اسمها الميلانوسايت. الميلانوسايت دي موجوده فين؟ قال لك موجوده في مناطق كتير في الجسم. حلو، الميلانين بقى مش ممكن ان هو يزيد عن حده شويه فيعمل لي حاجه اسمها هايبر بيجمنتيشن؟ ممكن، ممكن يقل عن حده فيعمل لي هايبو بيجمنتيشن. جميل، لما يزيد عن حده، انت دلوقتي الميلانين ده هو الصبغه اللي بتصبغ الجسم باللون الغامق شويه، لما يزيد عن حده اللون هيبقى اغمق في المنطقه اللي هو زاد فيها، سواء زاد في الجسم كله جنرالايزد او زاد في منطقه واحده لوكالايزد. جميل، ونفس الكلام برضو مع الهايبر بيجمنتيشن. الجنرالايزد هايبر بيجمنتيشن يحصل فين؟ قال لك يحصل لما انت تروح تاخد تام مثلا، تعرض كتير للشمس، او في مرض اسمه اديسون ديزيز، واللي بيزيد فيه الميلانين ستيميليتنج هرمون. الهرمون اللي بيزود او اللي بيحفز الخلايا على افراز الميلانين زاد، فطبيعي ان افراز الميلانين هيزيد. جميل، اللوكالايزد بيحصل فين؟ قال لك ممكن تيومر، ورم في خلايا الميلانوسايت ذات نفسها، فانا بقى عندي الميلانين بينتج بكميه كبيره. الورم ده ممكن يكون بيناين زي النيفس اللي هي الحسنه زي دي كده مثلا، او مالجننت زي الميلانوما زي دي كده مثلا، شكلها بيبقى وحش، وده تدرج الشكل بتاع الكانسر او الميلانوما ده. ممكن كمان في الكافيه او السبوتس. اللي بقيه الامراض ديت هي هتبقى عليك اسماء بس ما عليكش تفاصيلها، يعني الداتا مش مذكوره تفاصيلها، بس الدكتوره يعني شرحتها، فاعرف التفاصيل برضو ايه، لان ممكن برضو تسال فيها، او مش تفاصيل قوي برضو، يعني كلمات بسيطه تعرف تحددها عن كل مرض. يعني الكافيه اولي سبوتس بتحصل مع ايه يا سيدي؟ بتحصل مع النيور فايبروماتوزس، ان انت بتلاقي شكل عامل شبه القهوه بلبن موجود هنا كده عند العيان، بسميها الكافيه اولي سبوتس. الميلانوزس كولاي من اسمها كده، الكولون بيبقى فيه ميلانين. هل الاسم ده صح؟ الحقيقه لا. ليه؟ لان الميلانوزس كولاي اقوى نظريه واقوى بحث اتعمل على الميلانوزس كولاي اثبت ان الصبغه اللي هي بتبقى موجوده جوه دي مش ميلانين. قال لا، امال هتبقى ايه؟ قال لك بتبقى لايبو فيوشين. طب ازاي يا سيدي؟ بص يا سيدي، احنا قلنا ان الميلانوزس كولاي بتحصل امتى؟ قال لك قلنا ان هي بتحصل مع الكونستيبيشن. جميل، طب انا وقت شخص عندي امساك، ماشي، عندي امساك، هاخد له علاج ولا مش هاخد له علاج؟ المنطقي ان انا هاخد له علاج. قال لك ان في علاجات اللي هي ادويه الامساك دي يعني بتبقى توكسيك للميكوزا بتاعت الكولون. يعني ايه؟ يعني بتكسر الميكوزا بتاعت الكولون، او تحثها ان هي تقتل نفسها. ها، ابتدت تجمع، يبقى الخلايا بتاع الميكوزا هيحصل فيها ايه؟ ابوبتوزس. لما يحصل فيها ابوبتوزس، مش في سيل ممبرين بره، في فوسفوليبيد، الفوسفوليبيد ده هيبتدي يتجمع جوه الخلايا جوه الماكروفاج، يبقى الصفه اللي اتكونت عندي جوه دي ايه؟ هي اللايبوكروم بعينها. جميل، في نظريات تانية بس النظريات التانية دي ضعيفه. يعني قال لك ان البراز اللي بيبقى موجود جوه الانتستين او جوه الكولون ذات نفسها هو اللي بيبقى فيه مثلا بيجمنت ممكن الخلايا تشربه. وفي كمان نظريه بتقول لك ان الخلايا الميلانين اللي موجوده في الكولون هي اللي ممكن تزود الميلانين يعني وتعمل ميلانوزس كولاي. والتفسير ده جه على اساس ان في ميلانوسايت في الميوكس ممبرين بتاع مثلا الاورال، وكمان في الفاجينا، بس لغايه دلوقتي ما اثبتش ان في ميلانوسايت في الكولون. يعني المهم بدون التعمق والدخول في تفاصيل واسعه، عايزك تعرف ان الميلانوزس كولاي الصفحه اللي بتتجمع هي مش ميلانين، هي ايه؟ لايبوفيشين. ودي كانت اقوى نظريه اتحطت. يعني الكلوازما قلنا ان هي بتحصل اكتر في البريجننت وومن، ممكن تحصل كمان في المان بريجننت، وممكن تحصل كمان في المين عادي. جميل، الهايبوبيجمنتيشن ممكن يكون جنرالايزد زي القلب منيز، ممكن يكون لوكالايزد زي ايه يا سيدي؟ قال لك زي لوكيديرما، بقع بيضه موجوده فين؟ في الجلد، ممكن تكون نتيجه انفكشن او نتيجه اي حاجه. المهم ان هي بتختلف جدا 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 عن الفيتيليجو. الفيتيليجو اللي هو بيبقى اوتو اميون ديزيز، اللي هو بيبقى فيه زي ما انت شايف كده الحواف بتاعت المنطقه البيضاء شارب مش شارب. هنا بتقدر تفرق قوي يعني. المهم بدون التدخل في التفاصيل دي قوي برضو، لان هي برضو مش عليك قوي، كل اللي عايزك تعرفه ان اليوكيديرما والفيتيليجو هما تبع اللوكالايزد هاي بيجمنتيشن. في اسهل من كده؟ لا مفيش. يبقى اللي نعرفه من هنا ايه؟ ان الهايبر بيجمنتيشن جنرالايز بتحصل نتيجه الاكسبوجر تو سولايت او نتيجه الاديسون ديزيز، لوكالايز نتيجه ليه؟ ميلانوسايت تيومر سواء كان بناين او مالجننت، او نتيجه حاجه اسمها نيور فايبروماتوز تعمل لي كافيه اولي سبوتس،
او نتيجه كونستبيشن تعمل لي ميلانوز سكولاي بس هي مش ميلانين وفهمنا ليه، او ان هي ممكن تكون في صوره كولوازما. جميل. الهايبوجمنتيشن جنرالايزد في حاله بسميها الالبينيزم، ان الميلانين عندي اصلا مبقاش موجود في الجسم، ودي حاجه بتبقى في الجسم كله يعني الليكوديرما والفيتيليجو، ودي صور من صور الكولايزد هايبوبيجمنتيشن. نيجي بقى لتاني حاجه معايا الا وهي اللايبوفيوشين او اللايبوكروم، وعرفنا ان هي براون اور يلو بيجمنت، بتبقى عباره عن الفوسفو ليبيدز. طب هقول لك حاجه، احنا خدنا لغايه دلوقتي التلات صور بتوع الليبيدز اللي ممكن يتجمعوا جوه الخلايا ويعملوا امراض. خدنا اول حاجه النيوترال ليبيد، بتعمل لي ايه؟ ها تعمل لي فات تشينج. خدنا الكوليسترول واللي ممكن يتجمع في الجدار بتاع اي واللي ممكن يتجمع في جدران اورجانز كتير، زي البلاد فيسل مثلا يعمل لي اثيروسكلروزس، زي الجول برادر، وزي كمان يا سيدي السكن او سبكوتينيس تيشو ويعمل لي فانسوما. ماشي. الفوسفوليبيد بقى لما تتجمع جوه الخلايا هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي لايبوفيوشين او لايبوكروم بيجمنت. والميكانيزم احنا لسه متكلمين عنها بالتفصيل في الميلانوز سكولاي، ويهمني قوي تعرف المثال اللي هو بتاع البراون اتروفي اوف ذا هارت، لان ده ان شاء الله تقريبا هينزل لكم عليه جار في العملي. بس الموضوع بسيط خالص يعني مش معقد يعني ولا حاجه. نيجي بقى يا شباب للهيموجلوبين درافت بيجمنت. السلايد كلها عندك مش مذكوره في الداتا، بس يعني سلايد سهل ولذيذ يعني لو عايز تقراها برده اقراها. احنا هنكمل بس الحاجات اللي هي جت في الداتا لان انتوا مطالبين بيها، يعني قالوا ان انتوا مطالبين بالداتا يعني مش مطالبين بكتاب السنه اللي فاتت. الهيموسيدروزس يعني ايه هيموسيدروزس؟ احنا قلنا اوزس ديت معناها كونديشن او باثولوجي، فهيموسيدروزس معناها مرض متعلق بالهيموسيدرين. ايه الهيموسيدرين؟ قلنا الهيموسيدرين هو ان الحديد لما يزيد في الدم بيروح يترسب عند جوه الخلايا. جميل. مع بروتين اسمه ابو فيريتين يتجمعوا مع بعض يديني بروتين تاني اسمه فيريتين، الفيريتينات دي كلها تتجمع مع بعضها تديني حاجه اسمها هيموسيدرين، ده هو الهيموسيدروزس. جميل. قال لك انكريز هيموسيدرين برودكشن وتشابير ان ماكروفاج، تحديدا يعني الخلايا اللي بتجمع في الهيموسيدرين هي خلايا الماكروفاج. زي ما انت عارف ان اي حاجه غريبه تتجمع في الماكروفاج هو المسؤول اصلا ان هو يبلع اي حاجه غريبه موجوده في الجسم. جميل. الهيموسيدروزس قلنا ان هو نوعين، جنراليزد ولوكاليزد. يعني جنراليزد يعني هيموسيدروزس على مستوى الجسم كله، في اورجانز كتير او في تيشوز كتير في مناطق متفرقه في الجسم يبقى فيها هيموسيدروزس. ماشي. اللوكالايزد يعني لو جبت شخص هتلاقي عنده حته واحده بس من جسمه هي اللي فيها هيموسيدروزس، زي الهيماتوما. يعني مثلا انت قلنا ان انت مثلا لو بتلعب كوره مثلا وحد جالك مقص، او مثلا ضربت بوكس، او مثلا اتقرصت، او اي حاجه مثلا سببت نزيف، دي بتعمل حاجه اسمها هيماتوما، وعرفنا ميكانيزمها بالتفصيل يعني. وهم الحمد لله ميكانيزم السي في سي ما جابوش سيرته في الداتا عندكم. نيجي بقى للجنراليزد. الجنراليزد يا سيدي قلنا في منه نوعين، برايمري وسكندري. البرايمري في الغالب يا شباب يعني انت لما تيجي تسمع كلمه برايمري ديزيز حط في ذهنك حاجه ان المرض ده في الغالب هيبقى سببه جيني او مرض مناعي اوتوميون. ماشي. اما سكندري فمعناها ان المرض ده متعلق بمرض حصل في حته تانيه او بمشكله تانيه ما لهاش علاقه بالاورجان ذات نفسه. حلو. حلو. جميل. البرايمري ايه اللي بيحصل في البرايمري؟ قال لك ان البرايمري عندي هو بيبقى مرض ايه؟ جين او عيب جين. الخلل الجيني اللي بيحصل ده بيخلي عندي كميه الحديد اللي تمتص عن طريق الامعاء كميه كبيره شويه، فالحديد يزيد عندي في الدم، فلما يزيد في الدم هيروح يترسب في التيشوز في صوره ايه؟ هيموسيدرين. جميل. السكندري بقى انا مش زودت امتصاص الحديد، لا ده انا بقيت اكسر دم كتير. ليه بكسر دم كتير يا سيدي؟ قال لك مثلا لان انا عندي انيميا، الجسم بتاعي كرات الدم الحمراء اللي فيه بتتكسر، ولما كرات الدم الحمراء دي بتتكسر انا هضطر مثلا ان انا ايه اعمل براد ترانسفيوجن، يعني انقل دم. بس المشكله ان انا لما جيت انقل دم نقلت فصيله تانية غير الفصيله بتاعتي، فطبيعي ان الجسم لما يشوف الفصيله التانية دي هيجري عليها ويكسرها. الجهاز المناعي كده يا شباب، اي حاجه غريبه، بص اي حاجه غريبه وكررها كذا مره عن الجسم جهاز المناعه ما بيتفهمش، بيروح على طول ويهاجمها حتى لو انت مدخل له حاجه مفيده ليه، حتى لو انت يا سيدي هتنقله دم ما هو مش بتاعه او مش شبه بتاعه ازاي هيقبله؟ ده حتى لما يجي يزرعوا اعضاء اول حاجه بيعملوها ان هم بيدوا مثبطات للمناعه، يعني بيدوا ادويه مثبطه للمناعه عشان لما يجي مثلا يزرعوا كليه او يزرعوا كبد
الخلية دي ما تهاجمش من جهاز مناعة أو الكبد يعني أو ما إلى ذلك. فلو أنا نقلت دم من فاصوليا لفاصوليتي هيتكسر. وأنت عارف إن الأر بي سيز اللي هي كرة الدم الحمراء مليانة هيموجلوبين، والهيموجلوبين مليان حديد، فبالتالي الحديد هيزيد عندي فين؟ في الدم، ويروح يترسب في الخلايا. جميل. أو إن أنا باخد الحديد جاهز من بره، باخد مثلا حقن، تابلتس أو أي حاجة يعني فيها حديد، أو باكل أكل كتير فيه حديد مثلا يعني. المهم إن أي سبب من الأسباب دي سواء كان برايمري أو سكندري هيرسب لي الهيموسيدرين في الماكروفاج اللي موجودة في أورجانز زي دي، زي الليفر فيعمل سيروزس، وعشان هي بيجمنت فسمنها بيجمنتري سيروزس، زي البنكرياس وهيعمل فيه سكر طبعا، أي مخلل في البنكرياس بيعمل سكر في الغالب يعني. في السكين هيعمل حاجة اسمها برونز كلوريشن، هتلاقي الشخص جلده عامل كده بالظبط أهو. جميل. لو اترسب في الاتنين والبنكرياس هيعمل حاجة مميزة جدا اسمها برونز الدايابيتس، وما تنساش دي، ان البرونز الدايابيتس هي صورة من صور الايه؟ الهيموسيدروزس. جميل؟ جميل. نيجي بقى للكالسيفيكيشن، الباثولوجيكال كالسيفيكيشن، وعرفنا ان في باثولوجيكال كالسيفيكيشن وفيسيولوجيكال كالسيفيكيشن. الفيسيولوجيكال كالسيفيكيشن بيحصل فين؟ بيحصل في البون والتيث، هما المكانين اللي فيهم الكالسيوم بيترسب بصورة طبيعية، وفيهم 99% من الكالسيوم الموجود في جسمي اصلا. جميل؟ جميل. طب لو الكالسيوم ده اترسب في مناطق تانية غير البون والتيث، ده مرض؟ اه، دي حالة مرضية. جميل؟ جميل. انواع الباثولوجيكال كالسيفيكيشن ايه؟ قلنا عندي اربع انواع، او النوع عندي ديستروفيك يعمل دستروي، ميتاستاتيك كالسينوزيس، ستون فورميشن. ديستروفيك ان الاورجان عندي او التيشو عندي بايظ، سواء كان مصاب مثلا او حصل فيه نكروزس، فالكالسيوم انا عارف ان هو بيحب الانسجه الميته، فيروح يترصف في النسيج الميت ده، زي ايه مثلا؟ زي الاسيروما او جلطه مكونه من فتره اولد ثرومباي. الميتاستاتيك هو كالسيفيكيشن بيحصل فين؟ في النورمال ليفنج تيشو، يعني التيشو عندي سليم ما فيهوش اي مشاكل، ما حصلش فيه لا انجري ولا حصل فيه نكروزس ولا ابتوزس ولا اي حاجه، التيشو عندي سليم 100%. امال ايه المشكله؟ المشكله عندي ان الكالسيوم عالي في الدم. طبيعي ان الكالسيوم لما يعلى في الدم زي الحديد مثلا لما يعلى في الدم، او الكوليسترول لما يعلى في الدم هيروح يترسب في التيشو. نديك مثال بالنفروكالسينوزس، مش مهم الكالسينوزس، وقلنا ده رير تايب اوف انون كوز، وتعرف بس ان هو نوع من الباثولوجيكال كالسيفيكيشن. الستون فورميشن مهمة جدا جدا، تعرف ان عندي كالسيوم ممكن يترسب في الهولو اورجنز، يعني اي اورجن له تجويف بيوصل حاجة من حاجة لحاجة، زي مثلا الكلية لما تخرج مثلا البول عن طريق الحالب دي مثلا للمثانة مليها تجويف مثلا اهي، وزي مثلا المرارة اللي هي الجول بلادر بتخرج مثلا العصارة الصفراوية للأمعاء. جميل؟ جميل. الأورجنز دي ممكن تنسدنا عن طريق حصوة معينة اتكونت فيها، الحصوة ديت أشهر أنواع الحصوات هي حصوات الكالسيوم، في حصوات تانية أه زي الكوليسترول اللي أنا قلتها لك من شوية، بس أشهر أنواع الحصوات اللي بتحصل عندي هي الكالسيوم. جميل؟ جميل. يهمني من الأنواع دي جدا الديستروفيك والميتاستاتيك، لأن المقارنة ما بينهم لذيذة جدا. الديستروفيك الكالسيوم في البلاد بيبقى نورمال، يعني مش معليش يعني طبيعي، اللي هو بيبقى من 9 ل 11 مللي جرام، المهم يعني. إنما المشكلة في الأورجن ذات نفسه أو في التيشو ذات نفسه هو اللي فيه مشكلة. انما في الميتاستاتيك المشكله في الكالسيوم، الميتاستاتيك الكالسيوم عالي تمام والاورجن سليم، فالكالسيوم راح يترسب في الاورجن. جميل. طب ايه اللي يعلي الكالسيوم يا سيدي؟ ايه اللي يخلي الكالسيوم في الجسم عندي عالي؟ قال لك شويه اسباب والدكتوره برضو مزودها، بس بيني وبينك يعني بيني وبينك انا شايف ان هي ملهاش لازمه، حتى الدكتوره في لما جت كلمت عنها كاروتيد، فممكن احنا نعمل غلط كبير كده عليهم ولا ايه رايك؟ اصل بص صلى على الرسول، دول كلهم حاجات بتزود الكالسيوم. يعني مثلا عندي تيومر يا سيدي في العظم، انت عارف في تيومر في العظم بيكسر في العظم، فالكالسيوم اهي هيعلى. تيومر ده ممكن يكون جامد في العظم ذات نفسه، حصل في العظم ذات نفسه او في البون مارو يعني ما علينا، او ممكن يكون جاي له ميتاستاتيك او من حته بعيده وكون في العظم، المهم ان في تيومر في العظم في الاخر. جميل. او مثلا في مرض عندي بسميه باجت ديزيز، باجت ديزيز ده بيتميز ان فيه تكسير كتير في الكالسيوم، تكسير كتير في العظم، فبالتالي الكالسيوم عمال يخرج من العظم. جميل. او مثلا ما بتحركش، مثلا الناس اللي بتعمل حادثه لانها قاعده فتره مثلا الكالسيوم العظم بتاعها مثلا بيبهش او الكالسيوم بيخرج منه بيلا في الايه؟ في الدم. ما هو العظم احنا قلنا ان هو مخزن الكالسيوم في الجسم عندي. حلو. انا عشان ازود الكالسيوم في الدم
اما ان اروح اخرجه من المخزن بتاعه اللي هو العظم ماشي، او ان انا ادخله لجسمي بكميه كبيره. ازاي يا سيدي؟ الكالسيوم ده انا باخده عن طريق الايه؟ الاكل. بمتصه عن طريق الايه؟ انتستن، الامعاء. ايه اللي بيساعد في امتصاصه؟ قال لك الفيتامين دي. الفيتامين دي هو اللي بيساعد في امتصاص الكالسيوم ده. طب لو الفيتامين دي حصل فيه ديس اوردرز مثلا زاد عن حده، مش همتص كالسيوم كتير؟ اه همتص كالسيوم كتير. حلو، يبقى انا كده زودت الكالسيوم في الدم. في حالتين كمان، الا وهي حاجه بسميها الهايبر باراثايروديزم، وحاجه بسميها الرينال فيلير، ودول تقريبا شبه بعض، قريبين من بعض. يعني قريبين من بعض ازاي؟ ده هايبر باراثايروديزم ده ديت يعني هايبر يعني زياده، وبارا وبارا يعني جنب، ثايروديزم يعني ثايرويد. بارا ثايروديزم معناها ايه؟ جنب الثايرويد، مع الثايرويد دي اللي هي الغدة الدرقية، يبقى الغدد الجارات الدرقية اللي بتفرز هرمون الباراثيرمون، اه اللي احنا بنسميه عندنا بارا ثايرويد. لما البارا ثايرويد ده بقى يزيد يا سيدي، انت عارف ان البارا ثايرويد ده بيروح العظم وبيسحب منه الكالسيوم وبيزوده في الدم، دي معلومة قديمة انت عارفها من سنة. في الرينال فيلير بقى ايه اللي بيحصل؟ رينال فيلير يعني ايه؟ الكالسيوم ازاي يعني؟ المشكله في الكليه. ايه بقى اللي جاب الكالسيوم في الموضوع؟ بص يا سيدي، انا عندي لما يحصل رينال فيلير ماشي، الجسم ما بيبقاش قادر ان هو يخرج الفوسفات. احنا بنتكلم في الكالسيوم، عارف معاك والله، بس الجسم ما بيبقاش قادر ان هو يخرج فوسفات ماشي، خلينا معاك للاخر. طب الفوسفات لما ما يخرجش من الدم مستواها هيعلى في الدم. جميل، خلي بالك من المعلومة الجاية دي مهمة جدا جدا جدا. الكالسيوم والفوسفات في ما بينهم علاقة عكسية، الكالسيوم لما يزيد الفوسفات يقل والعكس. فالفوسفات عندي زاد في الدم يبقى طبيعي الكالسيوم هيقل، الكالسيوم لما يقل ده هيستحس الباراثايرويد اللي هي الغدة غار درقية ان هي تفرز هرمون الباراثايرويد هرمون اللي بيروح للعظم وهيسحب منه كالسيوم كتير، فالكالسيوم يزيد عندي في الدم. شفت احنا عملنا اكس وبرضه قلتهم، انا مش عارف يعني ليه، معلش بس اتمنى يعني تكون فهمتهم يعني او يكونوا واضحين بالنسبه لك. الاسباب دي كلها ان شاء الله انت هتاخدها بالتفصيل بعد كده اكتر من مره كمان، مش مره واحده حتى يعني، فما تقلقش لو مش فاهمها الوقت يعني. آه عديها، مش هتسال فيها، ما تقلقش ان شاء الله. طب الجروس بيكتشر بتاعت الكالسيفيكيشن بتبقى عامل ازاي؟ الاورجان اللي حصل فيه الكالسيفيكيشن ده سواء كان ديستروفيك او ميتاستاتيك او اي حاجه يعني. والله ابص على الاورجان كده شوف شكله عامل ازاي. الكالسيوم طبيعي بيدي الاورجان لون ابيض، هيبقى ابيض. الكالسيوم لما يترسب في اورجان معين بيخليه ناشف زي العظم، فيبقى هارد. جميل، زي ده كده مثلا اهو، في نقط بيض اهي، دي كالسيوم لو جيت حسست عليها او مسكتها بايدي هلاقيها ناشفه. الكالسيوم تحت الميكروسكوب بيبقى لونه ازرق لانه بيتصبغ بالهيماتوكسيلين. جميل، زي كده مثلا. نيجي بقى للاكسترا سيلولار ديبوزيتس، واللي يهمني منها هو الاميلويدوزس، الاتنين التانيين دول مش مهمين ومش عايز اعرف اسمهم حتى ماشي. الاميلويدوزس ده يا سيدي قال لك اكسترا سيلولار ديبوزيشن اوف اميلويد. ايه الاميلويد ده؟ قال لك ابنورمال بروتين، يعني بروتين غير طبيعي غير اللي بيتكون عندي في الجسم ماشي. هو بيتكون عندي في الجسم بس بصوره غير طبيعيه يعني. طب الاميلويدوزس ده كام نوع؟ قال لك عندي منه نوعين، سيستميك او لوكالايزد، زي اي ترسبات بتحصل في الجسم كلها ممكن الترسبات دي تكون على مستوى الجسم كله او في حته صغيره من الجسم. جميل، السيستميك اربع انواع، نوع برايمري ونوع سكندري ونوع بسميه هيموداليس اسوشيتد ونوع بسميه هيريدو فاميليال. قال لك ان البرايمري البروتين اللي بترسب فيه بتبقى اللايف تشين بتاعه الاميونوجلوبولين اللي هي الاجسام المضاده، فعشان كده بسميتها اميلويد لايت تشين اميلويدوزس. حلو حلو، السكندري اللي بترسب فيها هي بروتينز متغير شكلها، بس البروتينز دي بتبقى اسوشيتد لحاجات تانية تمام، فعشان كده سميتها سيرم اسوشيتد امايلويدوزس. حلو حلو، الهيموداليسيس بقى يا سيدي، انا قلت لك في المحاضرة ان الجهاز اللي بيعمل غسيل كلوي يبقى فيه بروتينات هو ما بيعرفش يخرجها من الجسم. جميل، فهتتراكم في الدم، فلما تتراكم في الدم ممكن تروح تترسب فين؟ في اورجانز كتير وتعمل لها امايلويدوزس. زي ايه؟ زي البيتا 2 مايكرو جلوبولين. جميل، ده اسمه بروتين يعني. الهيريدو فاميليال، والبروتين اللي بيترسب في الهيريدو فاميليال هو الترانس ثايرتين، وده كمان لو تفتكر هو اللي كان بيترسب كمان فين؟ في اللوكالايزد ماشي،
ركز يعني في الترانسفيرتين، بترانسفير في الهيدروفاميال وكمان فين؟ في اللوكالايزد. مطلوب منك في الاميلويدوزيس تعرف ازاي الميكانيزم المرض ده بيحصل، يعني الاميلويدوزيس دي بتحصل ازاي، سواء اي نوع من انواع الاربعه دي، وكمان هشخصها ازاي الاميلويدوزيس. بس كده، مش عايزينك تعرف اكتر من كده. السيستميك اميلويدوزيس قلنا ان هي برايمري وسكندري، وقلنا ان البرايمري في الغالب بتبقى حاجات جينيتيك او حاجات اوتوميون او حاجات انون، زي هنا كده في البرايمري سيستميك اميلويدوزيس هو سببها غير معروف، بس قال لك ممكن تكون اميونوسايت بروليفريشن. يعني ايه؟ قال لك مثلا الخلايا المناعيه عندي ممكن يحصل فيها مثلا تيومر، تكتر زي المالتيبل مايلوما مثلا، ورم اللي بيحصل في البلازما سيلز اللي هي الخلايا الباقيه البلازميه اللي بتنتج الاجسام المضاده، ممكن يحصل فيها ورم فتديني خلايا غريبه، الخلايا دي هتنتج اجسام مضاده، اجسام مضاده اللي بتنتجها دي اجسام مضاده غريبه، ممكن تروح الماكروفاج تكسرها وتطلع لي فايبر البروتين. حلو، فايبر الزيديات ممكن تروح تترسم عندي في اي اورجن بالاورجنز دي. قال لك في ميكانيزم تاني لحدوث البرايمري امايلودوزس، والميكانيزم ده هو الميكانيزم هو الاوقع. يعني قال لك ان الخليه ذات نفسها اللي حصل فيها تيومر دي مش بتطلع الاجسام المضاده كده، لا ده هي بتطلعها لايت تشين على طول. يعني وانت بتصنع البروتين المفروض ان البلازما سيلز بتصنع اللايت تشين لوحدها والهيفي تشين لوحدها، وبعدين بتجمعهم مع بعض عشان تديني الاجسام المضاده. قال لك في الحاله بتاعتنا دي بقى اللايت تشين ما بتعرفش ان هي تتجمع مع الهيفي تشين، فهتعمل ايه؟ قال لك هتتجمع مع بعضها، اللايت تشينز هتتجمع مع بعضها، تمام؟ وتعمل لي كتل كده على شكل ايه؟ خيوط فايبرز تخرج بره البلازما سيلز، تتراكم جوه اي تيشو من التيشوز دي وتعمل لي اميلودوزس. جميل؟ جميل. السكندري بقى ممكن تكون سكندري لحاجه ثانيه، الديزيز حطه في اورجن ثاني واثر لي وعمل لي ايه؟ اميلودوزس. ازاي يا سيدي؟ قال لك ممكن يكون مرض كرونيك، يعني حاجه بقى لها فتره او مرض كرونيك طول معايا. اوتومين ديزيز او مالجنت، التلاته دول هيعملوا ايه؟ قال لك هيطلعوا سايتوكاينز، هتروح للليفر تنبهه تخليه يطلع ايه؟ تخليه يطلع بروتينات، بس البروتينات ديت مش هتطلع في صوره كويسه يعني. ماشي؟ فالبروتينات ديت برده ممكن تترسم عندي ما بين الخلايا وبعضها في الاكسترا سولار ماتريكس وتعمل لي امايلودوزس. جميل؟ جميل. الهيموداياليسيس قلت لك ما تعرفش عنها غير ان البيتا 2 مايكروجلوبولين هو اللي بيتراكم جوه الخلايا. حلو. الهيريدوفاميليار واللي ممكن تحصل في حاجة بنسميها الميديترينيان سي فيفر، حمى البحر الأبيض المتوسط، وده مرض جيناتيك طبيعي، جيناتيك مع فاميليار اللي بترس فيه الترانسيرتين. جميل. عندي كم مثال كده على اللوكالايزد زي اللي بيحصل فيه الغدد، زي مثلا الثيرويد او البنكرياس. الثيرويد ممكن يحصل فيها كارسينوما، يعني ورم مالجننت، ورم خبيث، بنسميه مداري كارسينوما اوف ثايرويد. حلو. الثايرويد زي ما انا عارف هي غده بتنتج هرمونات، لما يحصل فيها مثلا ورم الهرمونات دي ممكن تخرج في صوره غير طبيعيه فتترسب لي ما بين الاكسترا سولار ماتريكس بتاعه الثايرويد ذات نفسها، بس ما بتروحش اورجانز ثانيه، فعشان كده سميتها لوكلايزد. والكلام ده برضو بيحصل في البنكرياس، لما بيحصل في البنكرياس بيتعمل ضابط ميليتس عادي. قال لك المثال الثاني معايا الا هو السينايل اميلويد. الشخص لما يكبر بيبدا جسمه ان هو يكون بروتينات غير طبيعيه، الخلايا كلها بتبقى هايبو فانكشنينج. الاميلويد ده ممكن يترسب مثلا في الهارت، ماشي، ممكن يترسب في البرين، ما بيترسب في البرينز ما بين النيرفس تيشو، ممكن يعمل لي الزهايمر. معلومه مهمه انك عرفت ان الزهايمر ما هو الا الكلايز اميلويدوز. بالنسبه بقى للبيكتشر، والناس كانت زعلانه يعني ان انا ما كتبتش كل الكلام اللي ما كان موجوده فيها بالتفصيل واكتفيت بالصور بس، يعني عند دي الطريقه اللي انا شايفك ان انت احسن تستخدمها في دراستك بعد كده في الباثولوجيكال بيكتشرز، اي مرض هتشوفه يعني، لان دي اسهل يعني، انت تشوف الصوره وتحكم عليها. انت ممكن انت دلوقتي امتحان العملي عندك نص ساعه ولا ربع ساعه بالكتير، تشوف الصور وتذاكرها وخلاص وشكرا، بدل ما تقعد مثلا يوم كامل تذاكر لي في كلام ملعبك ما انتش فاهم فيه حاجه. وكمان امتحان العملي اصلا مبقاش ام اس كيو، ده انت اللي بتكتب بايدك، فانت بتكتب اللي انت شايفه، فهو بيقول لك ده ايه مثلا، او ده مرض ايه، او ده كذا. فالجروس بيكتشر او باثولوجيكال بيكتشرز هي في الغالب بتيجي في العملي الا لو كانت حاجه مهمه. حلو. حلو. والباثولوجيكال بيكتشرز الدكتوره ما نزلتهاش عندكم في الداتا، تقريبا هتنزلكم في العملي، ف نكتفي ان احنا اتكلمنا عنها في المحاضره. يعني نيجي بقى لنقطه الدياجنوزس، والدياجنوزس قلنا هنعمل عن طريق الستيننج ان انت تصبغ الاميلويد. طب الاميلويد دي هنصبغها، اشهر سبب قلنا الكونجريت، تصبغها باللون الاورنج او الاميونو ستيننج، ودول المذكورين عندك.
ممكن تعرفي بقى الاتش اي تبقى مثلا بينك او هوموجينوس كلاسي، هيالونوز لانها بروتين يعني ماشي، وجلوز ستيننج برضه عايزك تعرفها اللي هي لوجلز ستين، هما مش مذكورين عندك في الداتا بس يعني الله اعلم ممكن اسالك فيه. بس يا سيدي احنا كده يعتبر خلصنا، واسف لو طولت عليك، وان شاء الله كده اسمع عنك كل خير. سلام.